مرحبا، اليوم رح نتعلم صوت جديد ونكون كتير واعيين لشغلة انه صوت الج مش موجود بالانجليزي. دايما ج، مثلا generous، giraffe، jack، johnson. ولا مرة منقول giraffe، generous، jack، johnson، دايما ج. إذا بدكم تحصلوا على فيديوهات جديدة حتى تتعلموا بشكل سريع اللفظ الصحيح باللغة الإنجليزية، اشتركوا معنا بالقناة، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك. كنت معكم دكتور هنان دميرسا، رح لاقيكم دايما بفيديوهات جديدة.